لك أن تتخيل أنه هذا الكلب معه جواز وهذه شنطه وأغراضه ومسافر وراكب بيزنس كلاس كمان. لا 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 حس ريو؟ no. say hi ريو هاي ريو هاي لا 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 وراكب بيزنس ويتمغط هذا أوف سريع لا 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 سد يا ولد يا ولد شوف كيف باي باي عارفين طريقهم ويمشوا وراها قط باي باي لا إلا الله توكلنا على الله من اسطنبول على فين ها على فين على البوسنة تبعد البوسنة عن اسطنبول بالطيارة تقريبا 45 دقيقة حوصل هناك يكون الشباب كلهم مجتمعين يوه والله مرة وحشوني يا تحس ما حاطين فلتر قسم بالله ما حطيت فلتر وش تقول ابو نايف وش هذا الاجواء حاطين فلتر وحاطين الف اهلا وسهلا فيكم بالبوسنه حبيب أطلب. قلبي يا هلا فيكم ما شاء الله تبارك الله والاجواء I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away بالله عليك ابو هادي مرة مو راضي الرجال يقتنع اقنعه ما والله انا اعرف له انا مسوي نفسه موظف في المحطة صابر شعره بعد أول ما أبوه هادروديشن تشاو تشاو كحلي مرة لا تسوي نفسك بوسني كحلي هادروديشن تشاو تشاو بوسني بوسني إيش بوسني بوسني هادروديشن هو ده البوس دي ما هي غريبة ولا ايش هو يقول ايش تغير بالله باين اني كحلي انت سبقت اشقر لي والله بس الا ما وراضي يتغير يعني انت بتسوي زيهم اي والله لانه قالوا هنا كلهم شقر ما عندنا غير اللون كله خال اشقر ما عمره صار خلاص قدمت استقاله من المحطه قدمت استقاله ارحبا هلا هلا مرحبا ارهق مخي يالا ليه ارهق مخي شوف اللوك حقك انا سلك معين انت شايف اللوك انت راضي على اللوك هذا انت لا والله العظيم انا مالي براضي انت راضي يا ولد العقيل لا والله ما احنا براضي كيف ما هو راضي اشوف شعر اشقر وين اشقر ايه هذا مو بشقر هذا مشهب لا 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 احنا في البوسنه يا ولد ما ينفع كحلي صل على النبي كحلي مشان اعذرنا يا ابو هادي على اجر مشينا مشينا ابو هادي مشينا حي الله حي الله داود طيب والله كحلي ايش اللوك الغريب ذا كحلي 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 يحسبوني بوسني كحلي لان قلت لهم امي بوسنيه وابويا افريقي ف كحلي لا 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 مش مؤمن مش مؤمن مش ممكن يبا يا حبيبي انا مش ممكن ما شاء الله تبارك الله احنا اليوم في ضيافه ابو عبد الرحمن مرحبا يلا حيه الله يكرمك يا حبيبي الله يسعدك ابو عبد الرحمن ايش المكان الجميل ما شاء الله تبارك الله جبت لنا الغيوم والخيل هذا على طول راح هناك عند الخروف يا حبيبي يا كابتن سلم بس على الناس يا حبيبي السلام عليكم كيف حالكم يا كابتن ابغى اشوف مقمره ولا لا مو كذا مو نسيت ان انا كنت معلم كبده ولا مو كذا مو قدام الناس معلم كبده كحلي مو قدام الناس طب الحين شو يقولوا عليك الحين قوم 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 فضحتنا بشعرك ذا قوم قوم برضو خلاص انت ايش بوسني اوكي ابشر حبيبي ما شاء الله تبارك الله اذا هذه الدنيا كيف الجنه يا رجل الله يرزقنا الجنه اجمعين كل من يشوفنا ويسمعنا واو واو يا ولد يبغى لها حمص دي اوه يا الله مسكين خط ساعتين تخيلوا ساعتين وانا مستحمل وجهه في الخط يخرب يخرب بيتك
مستعمل وجه ليه وجه لاصق في وجهك ولا ايه عجبتك انت نايم نظام كل مضحك دور علي مشكله هو يتكلم عليك هذا الراقد انت تنام في كل مكان تعبان والله اقسم بالله زين فيك وفي يعني في كحلي ولا فيك يا قلبي الله يصلحكم انا ببلد جديد وما ابغى ياخذ عني فكره سيئه راح اقول البوسنيين دحين فعشان كذا الاشهب هذا ما الاشهب ما صبك ترى يا تافه ترى نزل الكاميرا ترى مو وقتك انت كمان انا بعيش وبرفع الكاميرا زي كذا بفضل زي كذا والله جوي بالله مو حلو كل شخص يطلع على حقيقته تطلع على حقيقتك وسامة هذا يمشينا على كيف هذا ايش سالفه انت تضارب انت اقسم بما حل القسم رجال ما عاد يفرق معي شيء رجال والله ما عاد يفرق معي شيء يا كحلي وان اقولها صادق رجال واذا قدرت قدرت اخوتك بيني وبينك رجال ترفع الدنيا وتنعبوا هذه تتعبنا ذا بعد خلاص خلاص ارخى عيونك عشان لا احط اصابعي في اذنك خلاص عشي طيب بدود 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 امسك الرجال امسك الرجال يا فادي والله انشبكت له انا وامه في البوسنه ثلاثة ايام الولد جاء حماس والله انا رجال يا بدود ما ابغى اطلع رجال يا بدود يا اخي سوى لنا ازعاج عشان نخرج انا كنت رافض يوم انا قبلت هو رفض لا خلاص تعبان بطني قالب والله نفسي معي معي مره جبت كلب سميته شيكي دودو كان كلب موزه فشخ ويخرب بيت خدوده كلمه بسيطه واثرها كبير وان صدقتها ترضى وترتاح لو كانت كل الدنيا عليك تسترها عليك وترد الشر اصبر واحتسب صبرك واحمد قد ما تعاني وقول بينك وبين نفسك خلقني ومش هينساني قول يا رب انا راضي وشاكر فضلك الموصول رجائي فيك لا يبلى الى ان تبلى احزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابت اوقاتكم بكل خير مرحبا بكم ما شاء الله تبارك الله امطرت يا رب انها امطار خير اسأل الله العلي القدير ان يوفقكم ويسعدكم يخلي لكم من تحبون ويرزقكم المال الحلال الطيب المبارك فيه يا رب انك تبعد عنكم كل حاسد حاقد ظالم يا رب انك ترحم اموات المسلمين والمسلمات ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين لا اله الا الله اجواء تجيب العافيه ما شاء الله تبارك الله يا رب يا رب وما خاب من قال يا رب هذا للحين نايم يا حبيبي لا اله الا الله كحلي لا اله الا الله الحمد لله انك مع المسلمين هذا يا اخي ايش في كم مره قلت لك لا تخش الغرفه من غير استئذان يا اسامه عمري يا اخي انت ما تفهم ما تفهم ما تفهم حياتي الوجه الطيب أجمل وجه أجمل وجه يصحى من النوم وجهك يا ربي يا ناس والله كيوت يا عاد قوم الحين أسوي لك أحلى قهوة وجهزت لك أجمل مطعم أبشر بأحلى أكل الآن يا ربي يا عمري الجمال يا نازي تدريني سجلت بنادي عشان أشد جسمي وأحميكي في أحد غلط عليكي علمين مع هذه الأجواء الجميلة طلبت سيارة كشف عشان نستمتع في الأجواء صح هذا وقت الكشف عرفت يا أم لم تعرفي يلا فرح نونة في هذه الأجواء الطيبة